فإن مجابهة كل هذه التحديات تتطلب منا الوصول إلى إجابة جماعية واقعية تصون الأمة وتعزز تضامنها وتحفظ أمنها القومي وتحقق التعاملات المشروعة لأوطانها في التقدم والتطور والرفاه. وقبل الختام أشيد بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في عاصفة الحزم باليمن الشقيق وفي التخالف الإسلامي العسكري لمراحبة الإرهاب بشتى صورة وأشكاله، كما أعرب عن ترحيبنا الحار بالمدارة الفرنسية الساعية لإعادة الحوار لأجل حل القضية الفلسطينية. وأتمنى التوفيق والنجاح لجميع أعمال هذه القمة، داعين الله تعالى أن يسدد خطانا لما فيه خير للأمة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للرئيس غزالي عثمان، ويدعو سيادة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس لأمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى إلقاء كلمته. والصلاة والسلام على أشرف محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، يشرفني في البداية أن أنقل إلى مقامكم السامي تحيات أخيكم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شرفني بتمثيله في قمتنا هذه، وتمنياته بأن تتوج بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا ومنطقتنا. ويسعدني أن أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفير كل أسباب نجاح القمة، معربين له عن خالص تقديرنا على تحمله بكل اقتدار رئاسة دورتنا هذه. كما تبارك الجزائر استضافة هذه الأرض المغاربية المضيافة لهذه القمة الهامة. كما أتشرف بإسداء الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي على ما بذله من جهود خلال توليه رئاسة قمتنا السابقة ومساعيه الدؤوبة للنهوض بعملنا العربي المشترك. أهنئ أيضا معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط آملين له التوفيق في مهامه الرامية إلى الارتقاء بأداء الجامعة لتجاوز العقبات والظروف الصعبة التي تجتازها أمتنا وجامعتنا. والشكر موصول إلى السيد نبيل العربي على ما بذله من جهود طيلة ولايته في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة والتعقيد. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الظروف الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقتنا العربية تضع قمتنا اليوم على المحك في التعامل وفق رؤية استراتيجية مشتركة تتكفل بالقضايا المصيرية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأس هذه التحديات آفة الإرهاب وخطر انتشار التنظيمات الإرهابية التي أصبحت للأسف تهدد أمن واستقرار بلداننا، مما يستدعي من المجتمع الدولي تضافر الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية ووضع استراتيجية دولية تحت
إشراف الأمم المتحدة لمحاربة هذه الآفة. إن الجزائر التي واجهت بمفردها ويلات الإرهاب لعشرية كاملة لطالما حذرت من مخاطر هذه الظاهرة العابرة الحدود، وانتهجت في مواجهتها مقاربة شاملة لم تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تعدته لتتبنى استراتيجية أوسع تراعي الجوانب الفكرية والدينية، وتأخذ في الاعتبار الاقتصادية والاجتماعية وتكريس قيم العدالة وانتهاج الحوار والمصالحة الوطنية في حل النزاعات القائمة. سيد الرئيس، تظل القضية الفلسطينية تتبوأ صدارة أولوياتنا، لا سيما في ظل الانسداد الذي تشهده حالياً بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان وتحديه للشرعية الدولية ورفضه لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ومن هذا المنطلق فإننا نناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياتهما للضغط على القوة المحتلة للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. سيد الرئيس، بالرغم من صعوبة ومخاطر المرحلة، بات تلوح في الأفق بوادر إيجابية لتحقيق التسوية السياسية المنشودة في ليبيا الشقيقة بعد انتقال المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس وتشكيل حكومة وفاق وطني، ولم شمل جميع الفرقاء بما يمكن هذا البلد الشقيق والجار من الخروج من أزمته ويعيد للشعب الليبي أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه ولحمة شعبه. وفي هذا المجال فإن بلادي من فكت منذ بداية هذه الأزمة تبذل الجهود من أجل تعزيز الحل السياسي والسلمي تحقيقاً للأمن والاستقرار في إطار آلية دولة الجوار، في آلية دول الجوار، ومن خلال استضافتها بطلب من الأمم المتحدة جولات عدة للحوار الوطني للأحزاب السياسية والنشطاء، حرصاً منها على أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في الحوار الوطني والتوافق والمصالحة الوطنية. ومن هذا المنطلق تلتزم الجزائر بمواصلة دعمها لهذا البلد الشقيق في جهوده الرامية إلى استتباب السلام والاستقرار واستعدادها للعمل مع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي المعترف به دولياً لمرافقتها في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. وندعو كافة الدول العربية على رأسها الجامعة العربية إلى دعم هذه الحكومة التي تحمل مسؤولياتها ومباشرة مهامها في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والجريمة، الجريمة المنظمة، بما يحفظ سيادة ووحدة ليبيا وتجنبها التدخل الأجنبي. سيد الرئيس، لا زالت الشقيقة سوريا تعاني من الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية، ولا تزال آلة الدمار والخراب تفتك بهذا البلد الشقيق، وتفاقم معاناة الشعب السوري بالرغم من إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار منذ نهاية شهر فبراير 2016 واستئناف مفاوضات السلام للتوصل إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار وحدة وسيادة سوريا واحترام إرادة شعبها وانتهاج سياسة المصالحة الوطنية. أما فيما يتعلق بالأزمة اليمنية فإننا نعرب عن آمالنا
في أن تتوصل المحادثات الجارية بين الأشقاء اليمنيين في التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة مشكورة إلى حل سياسي توافقي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وحفظ وحدته وسيادته والسلامة تماسكه المجتمعي. سيد الرئيس، يبقى موضوع إصلاح جامعة الدول العربية وتطوير آلية عملها من أهم الرهانات التي علينا رفعها لإضفاء النجاعة المطلوبة على عملنا المشترك والتكيف مع المتطلبات العربية الراهنة ومواجهة التحديات الجديدة لترقية عملنا العربي المشترك خدمة لقضايانا القومية ومواكبة آمال شعوبنا. وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أجدد التعبير لموريتانيا الشقيقة عن مشاعر التقدير للجهود التي بذلتها لإنجاح أشغال هذه القمة، داعياً المولى جل وجلاله أن يسدد خطانا لما فيه خير وأمن واستقرار بلداننا ورفاهية شعوبنا. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر سيادة رئيس مجلس الأمة الجزائري على كلمته، وأدعو دولة الدكتور هاني المرقي رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية على إلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وتمنياته لمؤتمرنا هذا بالنجاح والسداد بما يخدم أمتنا العربية ويمهد لها السبل نحو النماء والازدهار. وقد كلفني مولاي صاحب الجلالة أن أنوب عنه وأن ألقي خطاب جلالته في هذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، فخامة أخي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتوجه بعميق الشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ولشعبه الشقيق على استضافته قمتنا هذه وحفاوة الاستقبال، كما أتوجه بالشكر لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة القمة العربية السابقة، كما أتقدم بالشكر أيضا لكوادر جامعة الدول العربية على الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل توفير أسباب النجاح لهذه القمة، والتهنئة الخالصة لمعالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيا له كل التوفيق في مهامه الجديدة للنهوض بأداء جامعة الدول العربية ودورها في تفعيل العمل العربي المشترك. ولا يفوتني في هذا المقام أن أستذكر الجهود القيمة التي بذلها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية معالي الدكتور نبيل العربي، وما بذله من جهود خيرة متواصلة في ظروف كانت في غاية الدقة والتعقيد. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أثبت التاريخ والواقع أن العمل العربي المشترك
هو حاجة أساسية لأمن واستقرار منطقة